أصحك تجيبين اسم يوسف في الموضوع. بعدين أنت متأكدة من الكلام اللي قلتيه؟ ياسر أنا سمعت إبراهيم بنفسي بيقول إنه كان مع ندى وقت الحادث. بس أنت ما راح حد يصدقك عشانك أختي، يعني حتى شهادتك ما حد راح ياخذ فيها. طب ليش يوسف ما جاء وقال لي سمعه من إبراهيم؟ إبراهيم مات، ويوسف لو ما شهد أنت حضيع يا ياسر. يمكن يوسف كان ماخذ جرعة زيادة لما إبراهيم اعترف له. يوسف كان مرة فايق، هذا صاحبك اللي أنت خايف عليه؟ أنا متأكد إن يوسف راح يجي. سمر لا تتصرفي في أي حاجة، خليني أفكر بالموضوع وأرد عليك، فهمتي؟ ليش ما بتجي بتسلم عليك ماريان وتقعد معها؟ ما بعرفش. مش غريبة شوي؟ عادي. أنت مش منتبه؟ من إيه؟ إسماعيل عن جد إنه مانك منتبه؟ إيه؟ على فكرة أنت كنتي أظرف لما كان مودك وحش. بس عن جد ميرسي إسماعيل، دهرتني من المود البشع اللي كنت فيه. لا أنا خلاص عرفت فين زرار الشفت عندك. بس كثير عصبت من حالي بالمحاضرة، الرياكشن اللي عملته. خلاص انتي بقى. الو؟ ايه باسل؟ ماشي الحال تمام. اليوم اوكي؟ اوكي بحكيك بعدين. يلا باي. هذا باسل. بجد ايه اخبار؟ تمام، رح نظهر اليوم. ليه هو في حاجة حصلت؟ لا عادي. كثير غريبة الإنسان مع كل المشاكل اللي عم بقطع فيهم وبضلني حاسة عم بالي أشوفه. عم تطلع علي؟ ما تطلع هلا بطلع هيك. اسمعي ما تطلع هلا بتفهم اللي عم نحكي عنه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ندى يا دكتور، يا دكتور. وبعدين يا ندى؟ بعد ما شمعي نزلت دخلت الحمام، اتزحلقت وقعت على الارض. دخت مش فاكره اي حاجه حصل بعد كده. مين كان معاكي في الشقه بعد ما شيماء نزلت؟ انا كنت لوحدي. استاذ سيف. يا فندم. ممكن من فضلك تسيبنا مع ندى لوحدنا؟ ليه؟ ندى ما عملتش اي حاجه، وبعدين دي تعبانه زي ما حضرتك شايف. ارجوك اجل التحقيق ده لبكره. احنا ما بدأناش التحقيق غير بعد ما خدنا موافقه الدكتور. ارجوك تسيبنا نكمل شغلنا، في شخص مسجون على ذمه القضيه ومحتاجين نعرف اللي حصل. ندى انا بره، لو عوزت اي حاجه اندهيلي. ندى انا عايز الحقيقه. احنا لقينا كوكايين في الحمام وكمان بان في تحليل الدم. مفيش داعي للكذب واحكي لي اللي حصل. انا وشيماء كنا في البيت لوحدنا، بعدين هي نزلت عشان تسحب فلوس، بعدين جه ابراهيم. ابراهيم مين؟ ابراهيم واحد صاحبنا في الجامعة. بعدين اخدت من ابراهيم كيس كوب، كان عايز مني فلوسه على طول.
إبراهيم ما كانش مظبوط ساعتها، بس كان مصمم ياخد فلوسه على طول. كان فاكر اني بستهبل عليه. انا كنت ناويه اديله الفلوس لما شيماء ترجع، هي كان معاها، انا ما كنتش معايا ساعتها، ما كنتش بكذب عليه، بس ابراهيم كان عايز فلوسه، كان متعصب قوي. بعد كده ابراهيم دخل عليا الحمام وفضل يزعق، بعدين مد ايده عليا، بس انا دفعت عن نفسي. وقعت على الارض ومش فاكره حصل ايه بعد كده. طلع عمرو باحضار ابراهيم سلامه فورا. ياسر عبد الرحمن ماله ياسر؟ مالك عملت كده ليه؟ مش عايز اسمع عنه اي حاجه. ياسر ليه اي علاقه بالحادثه؟ لا ملوش. بص يا مريم، النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. لازم تتحكمي في مشاعرك، ما ينفعش تجري ورا واحد أصلا مش حاسس بيكي. وقبل ده كله في سؤال مهم جدا لازم تسأليه لنفسك، هل ده الشخص المناسب؟ أكيد لأ، لأن الارتباط عبارة عن اتنين بيبقوا واحد، وانتم ما ينفعش تبقوا واحد، لأن هو بإيمانه ماشي في طريق وانتي بإيمانك ماشي في طريق تاني خالص. السكك مختلفة يا مريم. اوعي تلومي نفسك، مادام جيتيني واتكلمتي معايا يبقى كده عرفتي ان انتي كنتي غلط، ومادام عرفتي ان انتي كنتي غلط تبدأي الطريق الصح. شو يا ريما؟ شو كنت بدك تقولي لي؟ خلص القهوة يا بل. حاضر. دن. ما عندك فكرة عن شو بدي أحكي؟ بصراحة، لا. طيب وأنت ما عندك شيء تقوله؟ كثير فترة كنت عم بقطع بكثير مشاكل، وانت كنت دايما عم توقف حدي. حس حالي كثير مبسوطة انا ومعك. بحبك باسل. وانا كمان. ريما لحن اصحاب. ولازم اقف حدك. اصحاب؟ ايه اصحاب. اوكي اصحاب. يا ريما هذا هو اللي انا كنت خايف منه. خايف؟ يعني مو خايف، شايل هم هاللحظه، لحظه ما تقولي لي عن مشاعرك، ما عارف شو بدي ارد عليكي. شو عم تحكي انت؟ عن جد عم تحكي باسل؟ يا ريما اسمعيني بس، ريما